بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح حرف جديد للصف الأول ابتدائي. الحرف ده اسمه ايه؟ ألف ألف. فوقي فتحة يبقى اسمه ايه؟ أنا أنا. كلمة نا وقبلها ألف يبقى اسمها ايه؟ أنا أنا. أو أو. أوحي حي. الاتنين على بعض؟ أوحي أوحي. أحب أحب. اجري الاثنين على بعض. أنا أنا أحب أنا أحبك. لا لا. ميم ميم عليها سكون. هتعمل باللي قبليها. نمل نم نم نمل نمل. كلمة نمل. أنا أحب كلمة نمل. هنضيف لها ألف ولام يبقى اسمها النمل. النمل اسمها ايه؟ النمل. نقرأ الجملة مع بعض. أنا أحب النمل. أنا أحب النمل. دي ممكن تلميذ يكون جملة بالشكل ده، وممكن كمان نكتبها له من غير تشكيل بالشكل ده. أنا أحب النمل من غير تشكيل عشان نعوده إن هو يقرأ من غير تشكيل. وكمان أفضل من كده نعوده يقرأ من غير نقاط زي أنا أحب النمل. يبقى قرأ الجملة بالتشكيل وحرف حرف وكلمة كلمة، بعد كده قراها من غير تشكيل، تالت جملة قراها من غير تشكيل ونقط. تمام. تقطيع الكلمات. كلمة نمل عشان في ناس كثيرة بتسألني عن تقطيع الكلمات. للصف الأول ابتدائي الحرف زائد الحركة ده تقطيع الكلمات، يعني حرف حرف. كلمة نمل تقطع بالشكل ده، نمل نمل كل حرف لوحده. حرفنا النهاردة إن شاء الله حرف ثاء. حرف ثاء اسمه ايه؟ ثاء. اسمه ايه؟ ثاء. ثاء اسمه ايه؟ ثاء. ثاء. حرف الثاء من الحروف اللثوية. من الحروف ايه؟ اللثوية. ما نعمل ايه فيها؟ ما نخرج فيها لساننا، لازم نطلع لساننا في حرف الثاء. ثاء ما ينفعش ثاء، لو نطقت من غير ما اطلع لساني هيبقى سين، لكن اطلع لساني يبقى ثاء. اسمه ايه؟ فاء. 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 نجد حرف الثاء في كلمة ثعلب. في كلمة هي ثعلب. ثعلب. ثعلب فوقها فتحة. وكلمة ثو ثعبان فوقها ضمة. ثعبان. وكلمة ثي ثمار. كلمة هي ثمار. ثي ثمار. ثي ثمار. 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 عرفنا النهاردة اسمه ايه؟ ثاء. اسمه ايه؟ ثاء. ثاء اسمه ايه؟ ثاء. ثاء. اثنان. اثنان اسمه ايه؟ اثنان. اثنان حرف الثاء فيها ساكنا. اثنان. اثنان. حرف الثاء ينطق ساكنا؟ اثنان. اث ينطق ساكنا؟ اث. اث ينطق ساكنا؟ اث. اث. دي صورة ايه؟ ثعلب. ثعلب. صورة ايه؟ ثعلب. ثاء. كلمة ثعلب تبدأ بحرف ايه؟ الثاء. ممتاز. تبدأ بحرف الثاء. طب ايه الحركة بتاعته؟ ثاء فتحة. ممتاز. فتحة عشان بفتح فمي. ثاء. ثاء ثعلب. طب دي صورة ايه؟ ثعبان. ثو. ثو اسمها ايه؟ ثو. ثو ثعبان. تبدأ بحرف ايه؟ الثاء. ثاء. طب حركة الثاء؟ ضم. ممتاز. ثو نضع فوقها ضمة عشان تبدأ بحرف الثاء وفوقه ضمة. ثو. ثو. دي صورة ايه؟ صورة ايه؟ ثمار. في ثمار. تبدأ بحرف ايه؟ الثاء. ثاء. ويا حركته؟ كسرة. كسرة. ممتاز. في اسمها ايه؟ في. يبقى انا عندي كم صوت لحرف الثاء؟ فتحة اسمها ثاء، ضمة أربعة، كسرة ثي، سكون اف، سكون اف، اف سكون اف. تنفع افتح الهمزة زي اف او اكسرها اف. الفرق بين حرف الثاء والسين، حرف الثاء لازم اخرج فيه لساني ثاء، اما السين لا يخرج فيه لسان سا. اسمع سا. الفرق بين الاثنين في النطق. ثاء. سا. 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 ثاء. ثاء. سا. سا. نكتب حرف الثاء. حرف الثاء يكتب هكذا في نهاية الكلمة، شكله منفصل هكذا على السطر، وشكله متصل هكذا.
ايضا على السطر، لا ينزل على السطر. ثاء ثاء ثاء. نلون حرف الثاء مع بعض. ثاء 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 ثاء. قصة الحرف: في الصباح أخذ العصفور الصغير يبحث عن طعام في الغابة، ثم سمع صوتا غريبا، وعندما نظر وراءه وجد ثعبانا كبيرا يزحف، فطار العصفور خائفا يبحث عن أمه وهو يلهث ويقول إس 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 إس. نلاحظ كلمة يبحث يوجد بها حرف الثاء في نهاية الكلمة هكذا شكلها، ونلاحظ كلمة ثم يوجد بها حرف الثاء في بداية الكلمة، ونلاحظ كلمة ثعبانا يوجد بها حرف الثاء في بداية الكلمة، ونلاحظ أيضا كلمة يبحث في نهاية الكلمة ويلهث، وهذا شكل حرف الثاء. نشاط واحد: ضع وجها ضاحكا تحت الصورة التي بها حرف ثاء. يعني هرسم وجه ضاحك تحت الصورة التي بها حرف ثاء. أول صورة، صورة إيه؟ ثعلب. ثعلب فيها حرف ثاء ولا ما فيهاش؟ أيوة فيها ثاء، يبقى نرسم وجها ضاحكا تحت صورة الثعلب. ثعلب. تاني صورة، صورة إيه؟ اثنان. اثنان اثنان فيها ثاء ولا ما فيهاش؟ فيها. ممتاز، نرسم وجها ضاحكا تحت اثنان. تالت صورة، ثعبان، صورة ايه؟ ثعبان فيها حرف الثاء ولا ما فيهاش؟ فيها. نرسم وجها ضاحكا تحت الثعبان. رابع صورة، صورة ايه؟ ثلج. صورة ايه؟ ثلج. ثلج فيها حرف الثاء ولا ما فيهاش؟ فيها. نرسم وجها ضاحكا تحت ثلج. رابع صورة، عين. عين فيها حرف الثاء ولا ما فيهاش؟ لا ما فيهاش. إذن فلن نرسم تحتها وجها ضاحكا. والهدف من هذا النشاط وعي بصري وقراءة، يحدد العلاقة بين شكل الحرف وصوته. نشاط 2، انطق وصل صوت حرف ثاء بالصورة المناسبة. أول حرف ثاء، إيه الحركة بتاعته؟ ثاء. ثاء فتحة، انطق كده ثاء. ثاء. تاني حرف، ثو. 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 ثي. 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 أس. 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 ثاء اللي فوقها فتحة، فين الصورة اللي مناسبة ليها؟ ينفع أقول ثاء ثعبان؟ لا. ثاء إثنان؟ لا. ثاء ثلج؟ نعم. أيوة، يبقى نوصل الثاء المفتوحة لصورة الثلج هكذا. تاني صوت معايا، ثو. اسمها ايه؟ ثو. ثو. ثو ثعبان، تنفع؟ أيوة. ممتاز، نوصل الثو الثاء اللي عليها ضمة بصورة الثعبان، ثو. تالت صوت معايا، ثي. ثاء وتحتها كسرة، اسمها ايه؟ ثي. ثي تنفع؟ ثي اثنان. لا. تنفع ثي وردة؟ لا. ثي ثمار. ايوه. ممتاز، نوصل صوت الثي بصورة الثمار. اخر صوت معايا، اس. اسمها ايه؟ اس. يعني ساكنا. اس. تنفع اس اثنان؟ نعم. ممتاز، نوصل الثاء الساكنة باثنان هكذا. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي، يميز الحركات القصيرة. تهيئة للنشاط الثالث. يكتب المعلم ثلاث كلمات على السبورة: ثلج اثنان مثلث، ثلج اثنان مثلث. نلاحظ حرف الثاء في أول الكلمة مثل كلمة ثلج، ووسط الكلمة مثل كلمة اثنان، ووسط الكلمة وآخر الكلمة مثل كلمة مثلث. حرف الثاء في آخر الكلمة يكتب بهذا الشكل، شكله منفصل، أما في وسط الكلمة وأول الكلمة يكتب بهذا الشكل. نشاط 3. نشاط 3، استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف ثاء. أول صورة، صورة إيه؟ ثلج. ثلج. ثاء. ثاء أين حرف الثاء؟ في أول كلمة. أحسنتي، نرسم دائرة مكان حرف الثاء في أول الكلمة. تاني صورة، صورة
اثنين. اثنان. صورتها اثنان. اثنان. حرف الثاء في اول الكلمة ولا وسط الكلمة ولا اخر الكلمة؟ في وسط الكلمة. ممتاز، عشان انا مش مبدأ بيها واقول ثاء، انا بقول اث. اث في حرف قبليها، يبقى اذا حرف الثاء في وسط الكلمة، نرسم دائرة وسط الكلمة. كلمة ثعبان في اول كلمة. ممتاز، ثو ثعبان، نرسم دائرة اول كلمة. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي، يحلل الأصوات أول وسط وآخر الكلمات المنطوقة. نشاط 3 باء، استمع ثم ارسم دائرة حول حرف ثاء فيما يلي. نستمع إلى القصة. نستمع إلى القصة. كان هناك ثلاث كتاكيت يلعبون في الحديقة، فجأة ظهر ثعلب فجروا سريعا وبنوا مخبأ على شكل مثلث باستخدام الحجارة الثقيلة، فلم يستطع الثعلب الوصول إليهم. نلاحظ حرف ثاء وسط الكلمات، شكله في أول الكلمة وآخر الكلمة في كلمة ثلاث، وفي أول الكلمة مثل كلمة ثعلب، وكلمة مثلث في وسط الكلمة وآخر الكلمة، وكلمة الثقيلة في وسط الكلمة، وكلمة الثعلب أيضا في وسط الكلمة. استمع ثم ارسم دائرة حول حرف ثاء فيما يلي. كلمة ثلاث، أين حرف الثاء؟ في أول كلمة فقط، في وسط الكلمة. ممتاز، فيها حرفين ثاء في أول كلمة ثلاثة، نرسم دائرة على حرفي ثاء. كلمة ثعلب، ثعلب، أين حرف الثاء؟ في أول كلمة. أحسنت، نرسم ثاء في أول الكلمة. مثلث، أين حرف الثاء؟ في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. أحسنت، حرف الثاء وسط الكلمة وحرف الثاء آخر الكلمة. الثقيلة، أين حرف الثاء؟ في وسط الكلمة. ممتاز، نرسم دائرة وسط الكلمة. والهدف من هذا النشاط وعي بصري، يحدد شكل الحرف في مجموعة من الكلمات. نشاط 4، اكتب حرف ثاء. حرف الثاء شكله منفصل ومتصل. سواء كان شكله منفصل أو متصل، الشكل يختلف ولكن الصوت لا يختلف. كلمة ثاء وهو منفصل فوقها فتحة، ثاء وهو متصل ثاء، وهو منفصل ثو، ومتصل ثو، ثي ثي، أس أس. كتابة حرف الثاء على السطر سواء كان منفصلا أم متصلا، وحرف الثاء شكله منفصل يختلف عن شكله متصل ولكن الصوت لا يختلف. والهدف من هذا النشاط كتابة، يكتب حروفا عربية، تتبع وتقليد بصورة مستقلة. تهيئة نشاط 5، حرف اسمه ث. ث الاثنين على بعض، ثل. ثل. ثلج. ثلج. يخرج المعلم ثلاث بطاقات مشكلة بهذا الشكل، ث واللام عليها سكون والجيم، ثلج، ويدمج الكلمات ثلج. ثلج اسميه ثلج. 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 وكذلك نقرأ كلمة ثوب هكذا، ثوب ثوب، وكلمة ثعلب، وكلمة ثعلب ثعلب. نشاط 5، انظر إلى الصور واكتب حرف ثاء مع الضبط بالشكل. أول صورة، صورتي ثوب. ثوب تبدأ بحرف الثاء على إيه؟ فتحة. ممتاز، عشان بفتح فمي بقول ثاء، إذن فوقه فتحة، نكتب ثاء وفوقها فتحة. تاني صورة ثعبان. ثو ثعبان، بضم فمي يبقى الثاء على إيه؟ ضمة. ثو، نكتب ثاء وفوقها ضمة وتنطق ثو، تنطق ثو. ثالث صورة ثمار. سي ثمار، حرف الثاء ايه حركته؟ كسرة. ممتاز، سي ثمار، نكتب حرف ثاء وتحتها كسرة. كلمة اثنان، اثنان حرف الثاء ايه التشكيل اللي عليها؟ سكون. سكون، نكتب حرف ثاء وفوقه سكون، اث ثا ثو ثي أس. الهدف من هذا النشاط وعي صوتي، يميز أصوات الحروف في الكلمات المنطوقة. نشاط 6، كون كلمات من الحروف التالية مع ضبط الحروف بالشكل. أول صورة، صورة ثاء.
ثلج. ثلج. تبدأ بحرف ايه؟ الثاء. ممتاز. انا بفتح فمي يبقى ايه الحركة بتاعته؟ الفتحة. ممتاز. نكتب حرف ثاء وفوقه فتحة ثاء. طب تاني حرف في كلمة ثلج. اللام. اللام. ايه التشكيل بتاعها؟ سكون. سكون. نكتب حرف لام وفوقه سكون. نقرأ الاثنين مع بعض. ثل. اخر حرف في كلمة ثلج. الجيم. ممتاز. نكتب حرف الجيم. كلمة ثلج تقطع هكذا وندمج مع بعض الصوت ونكتبها بشكل متصل، مش هنكتب كل حرف لوحده. ثلج. اسمها ايه؟ ثلج. تاني صورة. صورة ثوب. ثوب. تبدأ بحرف ايه؟ الثاء. الثاء. الثاء ايه حركته؟ فتحة. ثوب. ايه حركة الحرف؟ فتحة. نكتب حرف ثاء وفوقه فتحة. زائد ايه؟ ثو. ايه الحرف الثاني؟ ممتاز. حرف الواو فوقه ايه؟ سكون. سكون. ننطق الاثنين مع بعض. ثو. ثو. اخر حرف في كلمة ممتاز. ثوب. ونكتبها بشكل متصل. لابد ان تعلم التلميذ كيفية كتابة الحرف وله ذراع يكتبه لكي يكتب الكلمة صحيحة. ثوب. 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 اخر صورة. صورة ثعلب. ثعلب. اول حرف فيها الثاء. ممتاز. وايه الحركة؟ الفتحة. عشان لما اقول ثاء بفتح فمي بنكتب ثاء وفوقها فتحة. طب اسمع تاني صوت. تاني صوت معايا. العين. ممتاز. ثع. عين. عليها سكون. احسنت. نكتب حرف العين وفوقه سكون. ننطق الاثنين مع بعض. ثع. ثع. تالت صوت معايا. ثعل. اللام. ثعل. ثعل. لا. فتحة. ممتاز. نكتب حرف لام وفوقه فتحة. نقرا الثلاثة مع بعض. ثعل. 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 اخر حرف الباء. ممتاز. حرف الباء. ونقرأ الكلمة ثعل. ثعلب. ثعلب. لازم نخرج لساننا في حرف الثاء. ثعلب. وندمجها بسرعة في القراءة. ثعلب. متصلة. ثعلب. 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 والهدف من هذا النشاط وعي صوتي ودمج، يدمج أصوات الحروف ليكون كلمة. نشاط 7. اكتب ما يملى عليك. لابد أن يتمهل المعلم في إملاء التلميذ ويمليه بدقة في التشكيل وفي النطق أيضا، لأن أنت ممكن تنطق وتمليه كلمة ثور يكتبها سين إن ما خرجش فيها لسانك، فما ينفعش أقول له ثور كده التلميذ هيترى يكتب سين ولا ثاء، فلازم تخرج لسانك في الحرف اللي هتمليه. إذا كان ثاء مثلا أول كلمة ثور. ثاء. ثور. هيروح التلميذ كاتب ممكن يكتبها مقطعة حرف الثاء بشكل منفصل. لا، تنبه ان التلميذ يكتب الحرف بشكل متصل سواء كان في اول كلمة او وسط الكلمة. بشكل متصل يعني ليه دراع يمسك به الحرف الذي بعده. اول كلمة هنكتبها ثور. ثور. لازم اخرج فيها لسان عشان التلميذ يسمع. ثور. تكتب هكذا. ثو. اول حرف ثاء. ثاء. ثو. تاني حرف ايه؟ ممتاز. ثور. تالت حرف احسنتما. ثور. تكتب هكذا. ثور. تاني كلمة ثوب. هنكتب حرف حرف. ثاء. ثو. ثاء. يبقى ده حرف ايه ده؟ وفوقه فتحة. ممتاز. ثاء. تاني حرف ثور. الواو. ممتاز. سكون. ثوب. اخر حرف الباء. الباء. ثوب. ثوب. تكتب هكذا بشكل متصل. كلمة لعب. كلمة ايه؟ لعب. هنمليها للتلميذ ازاي؟ لو. ممكن يكتب لي حرف اللام كده. كده غلط. عايزين نكتب حرف اللام متصل بالشكل ده. لو. لوعة. لوعة. حرف حرف ايه؟ العين. ممتاز. لوعة. لوعة. نكتب حرف عين. لعب. اخر حرف الباء. الباء. لعب. تكتب هكذا. اخر كلمة. كلمة قوس. حرف القاف في اول الكلمة شكله هكذا.
قوس، ما يكتبوش بشكل منفصل لان انا هكتب كلمة. تاني حرف قوس. الواو. ممتاز، وفوقها سكون. بعد كده السين. احسن، قوس نفس حرف السين. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي وكتابة، يحول الأصوات المسموعة إلى رموز مكتوبة وفق قواعد معينة. بكده إن شاء الله نكون خلصنا حرف الثاء، وانتظرونا إن شاء الله في حرف جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.